الحقيقة الاحتفالية كمان كان فيها كلمة مهمة جدا لسيادة وزير شؤون دولة الإمارات ومحمد عبد الله القرقاوي، واللي أكد فيها عن عمق العلاقات بين البلدين، وقال في كلمته إن مصر هي العروبة وستبقى هي البوصلة والمظلة الجامعة والقلب النابض لكل العرب جميعا ولأبناء الإمارات بصفة خاصة. وقال كمان إن مصر هي السند، هي الأصالة والتاريخ والحاضر اللي بيستوعب عملنا المشترك لتحقيق التنمية، وهي الأمل في غد أفضل ومستقبل مشرق، هي الشقيقة الكبرى في أرض الكنانة. تعالوا نشوف جزء من كلمة سيادته ونرجع تاني مع حضرتك. مصر هي السند، هي الأصالة والتاريخ، هي الحاضر الذي يستوعب عملنا المشترك لتحقيق التنمية، وهي الأمل في غد أفضل ومستقبل مشرق، هي الشقيقة الكبرى، هي أرض الكنانة. من منا لم يكن قلبه معلقاً بمصر وتاريخها، ماضيها وحاضرها؟ مصر أقدم حضارة بشرية عرفها التاريخ، مصر الفسطاط، مصر الأزهر، مصر التي تبني وتشيد، تعمر وتنير وتنير وتزرع. مصر التاريخ، مصر الشامخة كالأهرامات، المعطاءة كنيلها، الثرية بإمكاناتها ومواهب أبنائها. مصر حافظ إبراهيم وأحمد شوقي، مصر كوكب الشرق وعبد الوهاب وحليم، مصر مجدي يعقوب وأحمد زويل، مصر القاهرة بتنوعاتها، الإسكندرية بشواطئها، سيناء بفيروزها، الصعيد والدلتا بأهلها. مصر العاصمة الإدارية بمستقبلها الواعد، مصر أنتم ونحن جميعا مصريون الهوى والتكوين والانتماء، فمصر وطن العروبة. فمصر وطن العروبة ومهد الحضارة.